جايب لنا معك أروع وأغلى وأرقى سباق بالفعل نحكي عنه اليوم. بالفعل بكل معنى الكلمة، كما ذكرت أهاني عشنا أجواء جميلة فعلا في أنت دبي. كنت حاضر شخصيا نعم صح؟ كنت حاضر، وكانت أجواء رائعة بكل معنى الكلمة كما ذكر أهاني. يعني كل عم بيطالب بتذاكر يا موسى للمرة المقبلة بدك تجيب لنا تذاكر. للأمانة من يشاهد هذا السباق السنوي، هذا العرس الكرنفالي السنوي، يطمح بأن يحضر في هذه يعني السباقات، ويطمح أيضا بأن يأخذ تذكرة لدخول يعني هذا الكرنفال الجميل. هذا الحدث الأغلى في العالم والبالغ قيمة جوائزها 35 مليون دولار. جاء السباق في قمة أو جاءت السباقات في قمة الإثارة، لكن السباق والشوط الرئيسي كان الأجمل والأروع وكان في القمة كما عهدناها. تقدم غورنسكي في البداية في طريقه لإحراز اللقب، ربما كان لي حديث معك ناسي تحت الهواء بأنه فقط تفوق ثندر سنو بفارق الأنف، يعني سرعة وتفوق عليه كما ذكرت بسرعة هائلة لينتزع الإمارات رصيدها بالفوز بالشوط الرئيسي إلى 12 مرة، وتعزز رقمها القياسي في عدد الفوز مقابل 8 للخيول الأمريكية ومقابل 1 فقط لأستراليا والبرازيل واليابان والسعودية. وشاهدنا رقصة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، بالفعل رقصة فرح ورقصة انتصار، وعلامة انتصار دائما يعني ما يؤشر عليها الشيخ محمد بن راشد بحضور حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، وأيضا حمدان بن راشد وزير مالية الإمارات. للأمانة وسعيد سرور هذا يعني المدرب، يعني دائما ما يحقق إنجازات في مع اسطبلات غودولفين. بالفعل عشنا أجواء جميلة رائعة مذهلة بكل معنى الكلمة هاني، ولنسي إنجاز تاريخي لثندر سنو الملكة كما ذكرت لغودولفين، والثاني ثاني فوز على التوالي. العام فاز يعني سعيد بن سرور واسطبلات غودولفين وثندر سنو، وهذه المرة الثانية، هذا إنجاز غير مسبوق فعلا. إنجاز غير مسبوق، وربما عبرتي قبل قليل نانسي بأن هذا الخيل حصان بكل معنى الكلمة، جميل جدا حصان، يعني هي فكرة يعني لكن بغض النظر بفكرة معبرة يعني، لكن في نفس الوقت يعني أعتقد رياضي وواضح عليه أنه يستحق اللقب بكل معنى الكلمة. أجواء رائعة كما ذكرت هاني وننسي عشناها بالأمس، وكل التوفيق لي يعني اسطبلات غودولفين في المستقبل.